بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين سهلين ولذاذ قوي. اول وصفه هنعمل وصفه للغدا حلوه جدا، انا مش عارفه اسميها ايه. هي مكوناتها بسيطه خالص، ولا فيها لحمه ولا فراخ، خطيره. معانا رز، معانا عدس، معانا شويه خضار. بصوا يا جماعه، وصفه هتاكلوا صوابعكم وراها، خطيره. وخصوصا لو مش عارفه تعملي غدا ايه، يبقى عليكي بالوصفه الحلوه دي، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. الوصفه الثانيه هنعمل كيك الخلاط بتاع كل يوم، علشان الفطار، علشان جالنا ضيوف العيال وهم بيذاكروا، كل واحد ياخد له حته كيك. الكلام ده كله مش هتاخد وقت ابدا، وهنعمله بخلاط تاتش. معانا طبعا منتجات تاتش للادوات المنزليه والكهربائيه، معانا في اكل بيتي حاجات كلها خطيره جدا، صناعه مصريه محترمه، والخامات كلها تجنن، وبنستخدمها مع بعض في الحلقات علشان تشوفوا بنفسكم قد ايه هي مناسبه جدا للاستخدام الهارد وورك، يعني الاستخدام القوي. ان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم النهارده. فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل اول وصفه، رز بالشعريه والعدس، حلو قوي، خليكم معانا. انا اعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، وصفه بصوا سهله ولذيذه جدا، يعني انا مش قادره اقول لكم هتحبوها قد ايه. هي شبه الكشري شويه، بس هي مش كشري، فاهمين؟ يعني مش بتعمل لها بقى دقه وصلصه وبتاع، لا، بس ظريفه قوي. ايه بقى القصه؟ انا معايا شعريه، مثلا هنقول كوبايه من الشعريه، هي المفروض ان احنا نحمرها، فانا ايه سكيب الخطوه دي وحمرت الشعريه علشان ايه ما ناخدش وقت، واوريكم الوصفه اوام، عشان كمان ما بقاش وانا واقفه معاكم بتكلم كده الشعريه تتلسع مني ولا حاجه، وبرستيجي كشيف يروح في داهيه. فانا ايه مظبطه الشعريه واخده لون حلو وتمام وجاهزه معانا. تقريبا دي كوبايه من الشعريه. هنحتاج معاها مثلا ايه؟ كوبايتين من الرز البسمتي. الرز البسمتي في الوصفة دي ألذ بكتير من الرز المصري، لكن لو مش متوفر نستخدم الرز المصري عادي جدا، وهيبقى برضو طعمه حلو قوي. الرز البسمتي اللي معايا ده غسلناه وصفناه كويس جدا من المية بتاعته، وجاهز معانا للاستخدام، كوبايتين. تمام، معانا كمان كوباية من كده كركم وكاري ورشة شطة حاجة خفيفة قوي، ونقلب الكلام الحلو ده كده. ريحة التوابل خطيرة. حطينا كمان كمون، ما تنسوش تحطوا كمان كمون كده. معانا كمان الجزر، جزرة هي كده حلوة مبشورة، حجمها متوسط. نقلب
كده. عايزين الكلام الحلو ده كله ياخد له تقليبه محترمه من ايه حبه الزيت اللي احنا حطيناهم حمرنا بيهم الشعريه، مش هنزود ابدا اي دهون خالص كده. نقلب. الريحه من دلوقتي خطيره، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، هتعجبكم جدا. بعدين بقى نحط العدس، كميه العدس اللي عايزين تحطوها بقى براحتكم، انا حطيت كميه حلوه كده. نقلب. هو انا حطيت ملح وفلفل ولا ما حطيتش؟ متهيألي لا، صح. نحط ملح وفلفل، متهيألي ما حطيتش. لا بس كده. نقلب تاني. الريحة خطيرة، مش قادرة اقول لكم. بس كده، شوف ولا اي حاجة. معنا بقى مية سخنة، هنغطي الرز بمية السخنة بارتفاع عقلتين من الصباع. يعني بصوا هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. بس كده كفاية قوي، ونسيبه كده يتشرب. اول ما يتشرب نغطي الحلة ونهدي النار على اوطى حاجة ونسيبه لمدة ربع ساعة. هتلاقوا الرز فلفل ويجنن طعمه تحفة. يا سلام بقى لو ترشي عليه كده اول ما يطلع بصل اخضر متقطع صغير، خطير. وهيبقى حلو قوي بقى مع بيض مسلوق مثلا، يعني ممكن تسلقي بيض وتقطعيه شرايح وتقدميه مع الرز ده، بيبقى تحفه. او عايزه تعملي جنبه اي صنف لحوم بقى براحتك. هو بصراحه يتاكل كده لوحده، مش محتاج اي حاجه، مع مثلا بتنجان مخلل، طماطم مخلله، بيطلع خطير وتحفه. احنا عاملينه اهو، بصوا عامل ازاي يا جماعه، يجنن. بصوا يا استاذه ساره المخرجه بتاعتنا الخطيره، بصوا عامل ازاي يا جماعه. ايه ده، ايه الحلاوه دي، قول لحد يجيب الشوكه بتاعته ويجي بسرعه. بصوا خطير ازاي، الرز البسمتي مع الشعريه والعدس، وطبعا الخضار بقى اللي احنا حطيناه، البصل والجزر والفلفل الالوان او الفلفل الرومي الاخضر، خطير خطير يا جماعه. جربوه بالهنا والشفا وادعوا لي ادعوا لي. فاصل بسرعه ونرجع بعد الفاصل نعمل كيكه كل يوم، كيكه في الخلاط سهله جدا. انا جيت. هنعمل دلوقتي بقى وصفه كيك تحفه، تنفع بقى للفطار وللعشاء، للوقت المذاكره، عندك ضيوف، سهله وما بتاخدش وقت ابدا، ومقاديرها بسيطه جدا. هنستخدم خلاط تاتش وهكلمكم عنه شويه، بس خلينا نقول المقادير بسرعه وبعدين نحط، واحنا بنحط الحاجات في الخلاط اقول لكم بقى ايه الحكايه. بصوا يا شباب، انا معايا كوبايتين من الدقيق. احنا هنعمل الكيك بالفانيليا عادي من غير كاكاو ولا شوكولاته. طب ما عايزين نعمله بالكاكاو، هنشيل من كوبايتين الدقيق دولت ربع كوبايه ونحطها بدلها كاكاو خام يكون نوعه حلو كده عشان يعمل لنا طعم حلو للكيك، تمام. لكن عايزين نعمله فانيليا عادي خالص زي اللي انا عاملها دي، فمش هنحتاج خالص ان احنا نحط كاكاو. فيبقى كوبايتين دقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، وطبعا رشه ملح، وهنحتاج بيضتين عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت، وكوبايتين من السكر البودره المنخول. بس كده. هتقولوا لي كوبايتين سكر كتير قوي يا مروه، هقول لكم ابدا، المقدار ده مظبوط جدا جدا ان احنا نعمله في الخلاط. كوبايتين السكر البودره مناسبين مع كوبايه اللبن، كوبايه الزيت، بيضتين والفانيليا، وكوبايتين الدقيق. بصوا مقادير بسيطه اصلا، المفروض تحفظوها على طول دلوقتي، ما فيهاش ابدا اي حاجه، وهتطلع الكيك معاكم ناجح وخطير. نيجي بقى هنا للخلاط الحلو بتاع تاتش. خلاط يا جماعه تحفه، وفي كمان اوبشن لقيته فيه ظريف جدا، فيه العصاره الحلوه دي. بصوا الجهاز ده كده حاجه بتتركب فيه كده من جوه، ليه بقى؟ علشان لو عايزين نعمل عصير من غير البذر ما يبقى موجود ونضطر نصفيه، هي دي كانها صفايه بالظبط، هي بتفصل
العصير مثلا عن البذر، يعني ممكن نحط هنا جوافة مثلا ونشغل الخلاط، فهنلاقي عصير الجوافة هو اللي بقى في الدورق، والجزء الداخلي ده هو اللي فيه بقى البذر بتاع الجوافة والقشر بتاع الجوافة والكلام ده كله. كذلك مثلا الطماطم، عايزة تعملي تضربي طماطم في الخلاط من غير القشر بتاعها، فهنقطع الطماطم ونحطها جوه هنا كده، الجزء اللي هو الخارجي ده اللي بيتركب جوه دورق الخلاط بالشكل ده. خطيرة، فكرة حلوة جدا جدا، تخلينا نفصل القشر والبذر عن الحاجة اللي احنا عايزين نضربها في الخلاط، فبصراحة ظريف جدا، عجبني قوي. تعالوا نحط بقى على طول ايه المكونات في الخلاط. هنحط بيضتين الاول، بحب احط البيض الاول، بيضتين اهم بسم الله، وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية لبن، كوباية زيت، ونعاير اللبن والزيت يا جماعة بنفس الكوباية عشان المقادير تطلع معانا مظبوطة. طبعا الدورق دوت لتر ونص اللي هو شفشق الخلاط دوت، والسلاح بتاعه اللي هيضربه دلوقتي حالا ده من الستانلس ستيل بقى، يعني حاجة نظيفة جدا. بسم الله، يلا نضرب المكونات الحلوة دي، نضربهم كده شوية حلوين. بسم الله. لما نضرب الخلطه دي كويس ومده حلوه تعمل لنا فوم وتبقى ايه هايله ومنفوشه معانا وقت الخبز. تمام، طبعا الخلاط دوت هو مش خلاط لوحده كده، هو معاه كمان دورق كبه زي ما انتم شايفين برده بالسلاح بتاعه، ومعاه المطحنه، ومعاه كمان عصاره البرتقال، وكمان الاسلحه اللي بتتركب في الكبه اللي هي بقى تبشر لنا جبنه، تقطع لنا الخضار. بصوا يا جماعه شكلها شيك قوي وظريفه جدا، ليها العلبه بتاعتها. بنطلع السلاح نركبه في اللفه دي، تمام، ونحطه في الكبه، والكبه طبعا قويه جدا، تنفع للحمه وتنفع للخضار وتنفع للمعجنات براحتكم خالص، وكمان المطحنه طبعا اللي غنى عنها الخطيره، كلها حاجات بصراحه تحفه، براند تاتش انا يعني معجبه بيه جدا جدا، وجربته وبجربه معاكم في الحلقات، حاجه قويه ومحترمه بصراحه. لكل البنات اللي دايما بيسالوني اللي لسه بيجهزوا بقى وعايزين يجيبوا كيتشن ماشين وحاجه نظيفه ومحترمه، فتاتش اهو انا بقول لكم خطير عشان تجربوه بنفسكم. نيجي بقى هنا لبقيه المكونات. في البوله الكبيره دي هقوم حاطه سكر كده، السكر البودره الكوبايتين، ما تقلقوش مش كتير ولا اي حاجه، والدقيق هنحط عليه البيكنج باودر ورشه ملح، ونقلب البيكنج باودر كده مع الدقيق كويس قوي، ونحطه مع السكر، ومعانا بقى سباتيلا او مثلا يعني اي حاجه نقلب بيها تكون قويه، وناخد بقى الخلاط الحلو ده وننزل على المكونات هنا ونقلب بحركه دائريه اتجاه واحد لغايه ما نلاقي خليط الكيك معانا بقى جاهز وتمام التمام وزي الفل اهو. وصفه كيك يا جماعه مفيش ألذ من كده، وسهله جدا زي ما انتم شايفين، مفيهاش حاجه ابدا اهو. لازم واحنا بنقلب تكون حركه دائريه اتجاه واحد كده عشان نطمن ان كل الدقيق مع السكر اختلط بالخلطه الحلوه اللي احنا ضربناها في الخلاط. وطبعا تقدروا تضربوا السكر في الخلاط مع المكونات برده مفيش مشكله، انا حطيته مع الدقيق عشان ما اعملش عفره بس. وكده ينفع وكده ينفع اهو. بصوا ده كده سمك الكيك اهو، خطير، وصفه سهله جدا ما فيهاش حاجه ابدا. ومعانا بقى صينيه كيك تكون مدهونه، ولو هتستخدمي الانجليش كيك يفضل ان انت تحطي ورقه زبده عشان تعرفي تقلبي الصينيه وتقشري ورق الزبده وتقطعي، فيبقى الكيكه مظبوطه. واحنا هنا هنحطها اهو، وطبعا نكون مشغلين الفرن على درجه حراره 180
علشان وصفة الكيك الحلوة دي تدخل في الفرن في الرف اللي في النص. تمام، هتاخد لها تقريبا يعني 40 دقيقة، 45 دقيقة. انت ما تفتحيش عليها الفرن ابدا قبل 35 دقيقة، دي حاجة مهمة جدا علشان الكيك ما يهبطش معاكي. كده اهو، بس كده اهو، وهتدخل الفرن وتبقى خطيرة، وتاكلوا احلى صينية كيك مع الشاي ولا حاجة، هتعجبكم جدا. واحنا عاملين واحدة هناك اهو قلبناها، خطيرة يا جماعة، ناجحة جدا ومظبوطة وحلوة. استخدموا صينية كيك ما تبقاش كبيرة قوي، يعني خلينا مثلا في مقاس 24 26، ده مقاسات كويسة جدا عشان تطلع معاكي مرتفعة وحلوة. الحلقة خلصت، عملنا اول وصفة مع بعض، الرز البسمتي بالشعرية والعدس، وصفة حلوة جدا ومغذية وسهلة ولذيذة، طعمها خطير، جربوها وبالهنا والشفا. والوصفة التانية عملنا كيكة كل يوم او كيك الشاي او كيك الخلاط، واستخدمنا خلاط تاتش بالكبة بتاعته بقى، والمكونات بتاعته دي كلها احنا هنستخدمها اكتر من مرة مع بعض في الحلقات، علشان اوريها لكم بنستخدمها ازاي وقد ايه، منتجات ظريفة جدا خصوصا لكل اللي بيسألوني، يعني مفيش احلى من تاتش، جربوا تاتش. بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم